السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شفنا في الفيديوهات السابقين تيوريم دو جولدين، دروكا غنشوفو الدوزيام. شفنا البروميير تيوريم اللي كانت تستخدم على واحد لينيك، دروكا غنشوفو تيوريم دوزيام تيوريم ديال جولدين، ولكن هذه المره كتهضر على السيرفاس، يعني مختصه بالسيرفاس. دونك دوزيام تيوريم دو جولدين. مزيان، اشنو كتقول لنا التيوريم دو جولدين؟ مثلا غناخدو حنايا واحد لوبير او اكس ايغريك، نا واحد سوليد اس، غناخدو واحد البوان ام، تتشكل لنا واحد دي دو اس صغيره. طبعا هنا دي دو ام يعني واحد ليليمون ديال لا ماس، يعني سوا اس ان سيرفاس، واحد سوليد عنده واحد سيرفاس هوموجين دو ماس ام سي تي دي بلان او اكس ايغريك. مزيان، اول حاجه لو فوليم او جوندر اوجوندري بار لا روتاسيون دو اس اوتور دو اكس او ايغريك هو في إغريك، يعني الغوتاسيون اللي كنديرها أوتور هاد لاكس هذا كتعطينا واحد الفوليم في إغريك. فاش كنا كنهضرو على واحد الفيل، واحد لينيك، كان فاش كنديرو لها الغوتاسيون كتعطينا واحد السيرفاس، ولكن السيرفاس فاش كنديرو الغوتاسيون كتعطينا واحد الفوليم. مزيان، الفوليم engendre par la rotation d'un solide autour O X هو H هو واحد الفوليم V X. دونك الا درنا واحد الروتاسيون نتاع الجسم على على المحور او اكس غيعطينا واحد الفوليم في اكس. دونك غيولي عندنا حنا اللي كنقلبوا علينا هو الكوردوني ديال السونتر دو ماس دي ماس او لا سونتر دينيرسي، يعني اكس از اكس جي هي الفوليم ديال ايغريك سور دو بي على السيرفاس، حيت حنا هنا السيرفاس اللي عندنا، بينما في هذيك الحاله لا، كان عندنا لين داكشي اش كان عندنا السيرفاس. مزيان، دونك ايغريك جي إيغال V ديال X سيغ دو P لا سيرفاس. مزيان، حنا غنديرو واحد ديمونستراسيون باش نفهمو. ديمونستراسيون مزيان، دروكا غناخدو واحد الغوبير O X إيغريك، كاين عندنا واحد السيرفاس مثلا هذه السيرفاس دي اس صغيره، الا درنا واحد 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 الغوتاسيون سويفون ايغريك غتعطينا واحد السيرفاس اخرى، المهم واحد غتعطينا واحد الكور واحد الفوليم. دونك حنايا في الاول عندنا هاد السيرفاس هادي، هادي دي اس اللي كانت عندنا في الاول فاش درنا ليها عطاتنا واحد هنا غناخدو مثلا هادي البوان ام، درنا البروجيكسيون هنا غتدينا اكس، بروجيكسيون هنا ايغريك. دونك الى جينا نشوفو بالنسبة لهاد الكورب هذا و هاد الكورب، يعني هاد الزاوية هاد الزاوية كاين هنا غتدينا دي دو تيتا. مزيان، دونك هادي كلو هذا كلو اللي هنا هو دي ديال في ايغريك. علاش دي ديال في ايغريك؟ باسكو حنا كنديرو واحد الغوتاسيون على ايغريك.
l'axe او غريك مزيان دونك دي ديال في غريك هي اكس حيت شنو هي اكس هذه المسافه مع ان الايلومونتير دونك اكس اكس دي دو تيتا هاد دي دو تيتا فوا دي دو اس مزيان دونك الفوليم ديال في غريك هي اش هي الفوليم مادام انا كنضرب فوليم يعني الانتيغرال تريبل اكس دي تيتا دي اس تيتا مناش كتغير كتغير هكا دو بي مزيان واحد دو بي دونك نقدروا من 0 حتى ل 2 بي نخرجوا هادي غادي تي نخرجوا ديك 2 بي اذا غتولي عندنا في غريك هي 2 بي لانتيغرال دو اكس دي اس اون كنعرفوا باللي دي ام هي سيغما دي دو اس هادشي كيكافئ باللي دي دو اس هي دي دو ام سور سيغما دونك في ديال غريك هي اش هي 2P هاد سيغما هادي غتخرج سيغما لانتيغرال دوبل ديال اكس دي 2M قلنا عاوتاني قلنا اوسي بلي راه اكس جي ايكال 1 سوغ ام لانتيغرال دوبل ديال سيستيم اكس دي 2M مالا فاش كنهضرو على حالات يعني لانتيغرال دوبل ديال سيستيم اكس دي 2M ما هو الا ام جي اكس دونك غنجي نعوضو كتولي عندنا في ايكغيك ايكال 2 بي سور سيغما ام جي اكس وحنا كنعرفو بلي ام هي اش هي لانتيغرال ديال دي دو ام واللي هي لانتيغرال دوبل ديال سيغما دي دو اس واللي غتعطينا هي سيغما اس علاش كنخرجو سيغما باسكو اننا كنهضرو على واحد اوموجين يعني فاش كيكون عندنا اوموجين دونك كتخرج سيغما مزيان دونك غنجي غنعوض غتولي عندنا في ديال ايكغيك هي اش هي 2 بي سور سيغما سيغما اس اكس جي سيغما غتمشي مع سيغما غيبقى عندنا في ايكغيك هي 2 بي اس اكس جي دونك اكس جي هي في ايكغيك سور 2 بي اس بنفس الميثود الا باغيين نديرو في اكس ولكن هاد الا باغيين نديرو في اكس غنديرو هاد الجسم هذا غيدور على المحور او اكس غيعطينا دي دو في اكس وغنحصلو عليه بنفس الطريقه وبنفس لي ميثود ونفس الخدمه وغنخرج نفس الحاجه كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط ومشونس